السلام عليكم عائلة المحترف الرياضة وفنون القتال، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا المقطع. بالنسبة لأليستر أوفرين، رغم أنه فاز بالنزال إلا أنه كان خايف بداية النزال، وحتى هو يعني كان متفوق على بدر في اللياقة البدنية، لكن بسبب الانقطاع كان عنده تخوفات. ما كنظنش بسبب أنه خايف يخسر بحال بدر، لأنه يعني عارف أنه لا نهازم أمام بدر، فهو كبر منه في السن، عنده واحد الأعذار اللي ممكن ما غاداش تدير المسيرة ديالو. أما بدر هاري كان خايف من الهزيمة، أليستر خايف من بدر، وبدر خايف من الهزيمة. الدليل غنلاحظوا أن بداية الجولة الأولى كيفاش كان أليستر كيتعامل في الطريقة ديال الهجوم ديالو، كان متردد، كيلعب على أساس كان منحني، وكيضرب بطريقة يمكن القول أنها طريقة مضحكة، لأنه كان خايف من المواجهة، ربما ما مستعدش لهذه المواجهة بحكم انقطاع السنوات كلها على الكيك بوكسينغ. من ناحية أخرى كان وكأنه باغي يلعب قتال أرضي كما كنشاهدوا الآن في هذه اللقطات، أنه المهم الطريقة ديالو راه واضح. بدر أنت غادي تجرأ على بدر، حتى شاف بدر يعني تمكن منه من هذه الضربة، وشاف أن بدر بذكي يعني بذكي عيا، ثم غادي يزعم وغادي يتجرأ وغادي يلعب مرتاح. أما بدر يعني فين هو بدر اللي كان يدخل بهذه الطريقة؟ يعني من الدخول ديالو قبل يعني من سواء من الانترفيو، من سواء من اللقاءات الصحفيه، ولا من اللي كان كياخذ في هذه الصور بهذا الشكل، لاحظت انه ما مستعدش، لاحظت انه انقص. وغنتكلموا على هذا الموضوع نهايه الفيديو شنو هي الاسباب اللي في نظري انا. المهم بالنسبه للنزال، انا اللي كنقول اليوم ان أليستر أوفرين اي مقاتل غيواجهه مستقبلا غادي يكون مقاتل منافس سهل، لانه كما لاحظتوا حتى هو راه ما بقاش كيتحمل، غير كيبان واقف على بدر، ممكن بحكم السن ولا حكم انقطاع، وهذا شيء طبيعي، وراه تكلمنا عليه في فيديوهات اخرى تعليميه ديال العشاق كيك بوكسين. قلنا ان اي واحد كيمارس واحد الفن القتالي اذا انقطع على النزالات والمواجهه كيتراجع المستوى ديالو، وهذا شيء طبيعي. أليستر كان في الام ام اي، غيجي للكيك بوكسين ضروري الطريقه غتبدل، كان كيعتمد على لانه في القتال الارضي والقتال الوقوفا ماشي هو كيك بوكسين. بغض النظر انه مابقاش كيلعب، يعني ضروري غيحس، راه باين عليه الخوف كما نشاهدوا في هذه الصور، بدر وأليستر باين عليهم الخوف والتوتر والقلق. اما المساله اللي كنظن انايا والله اعلم، ان شي حاجه كتعلق، ممكن بدر تناول سموم، ممكن المرحله ديال السجن اللي كلا فيها لاصا بلا ما نشرح لكم كل شيء واضح، ممكن المرحله ما بعد دوك النزالات الانتصارات اللي كان ينتصر، واحد الفتره كدوز ديال انسان كيكون خايد كيهمل التدريب، عكس فيرهوفا اللي كنلاحظوا انه رغم الانتصارات كيبقى يتريني. المهم عوامل، انا بالنسبه لي شي حاجه كتعلق بالكيل شي حاجه، ولا عنده شي تسمم، لانه كيبان لك عينيه داخلين. لاحظوا هذا المقطع اللي بينت لكم كيفاش كان كيدخل الرينج، ولاحظوا مؤخرا انه داخل مهموم، يعني الحماس ديال الكومبا ما بقاش، الحماس ديال التحدي ما بقاش، باغي يلعب. يعني هنا ثاني مساله اخرى كنت شرحتها ولا باس نذكروها، هي ان كاين فرق بين المقاتل اللي باغي غير يلعب ربح ولا خسر، المهم باغي يشارك انها هوايه كيبغي هذه الرياضه، وكاين اللي كيطلع باش يعطيك درس، يعني شنو هو كيسلخ المنافس ربح ولا خسر. كان بدر في السنوات يعني غادي كينقص بالتدرج، كان من قبل كيدخل قوي كيعيا كيتراجع شويه الاصابات، المهم الان راه كل شيء واضح، نتمنوا له التوفيق. هذا ما كيعنيش، انا كان الناس قبل ما تكتب لي تعليق انا عارف هادي ما كيعنيش، احنا ما قلناش ماشي ما نسيناش التاريخ ديال بدر، بدر اسطوره ديال الكيك بوكسينغ، وملايين الناس دخلوا لهذه الرياضه وبغاوها على بسبب بدر، هادشي كله واضح ومفهوم. بدر اسطوره بغينا ولا كرهنا، احنا ما وصلناش حتى واحد ولا جوج في المية من الأشياء اللي حقق بدر، يعني ما غاديش تكلموا عليه بالسوء ولا كذا. كاين اللي دابا كيتفرج فيديو بالعاطفة كيقول لك أنتم حاقدين على بدر، لا حنا كنقولوا الحقيقة، حنا ولاد دومين، ولاد دومين. أنا كنت كنلعب كنربح، أنا مهرس ضارب مضروب طايح كاو، أنا فيديوهات دابا راه لقيتهم طايح فيهم كاو ونشرهم، ماشي مشكل، كانوا الأشرطة القدام كيبقاو في ليصال، أنا لقيت شي فيديو أنا طايح فيه كاو ونشرو، يعني أنني لعبت وطحت كاو، ماشي ساهل باش تلعب. المهم اصدقائي نتمنى التوفيق لبدر. المهم اصدقائي كان هذا هو موضوع الفيديو، كنشكركم على حسن المتابعه، ما تنساوناش من لايك
وتعليق واللي يعجبو المحتوى يبارطاجيه. نتلاقاو قريبا في فيديوهات مقبلة، احنا مستمرين ان شاء الله بشكل يومي، والسلام عليكم. Judge. There's Badr Hari, another Moroccan.